ومعنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من اسطنبول السيد نظير النداوي المحلل السياسي العراقي. مرحبا بك يا استاذ نظير. اذا النائب عمار طعمه قال ان جولات التراخيص الجديده غامضه وتثير الشكوك، الى اي مدى ترى شبهه الفساد في تراخيص الحقول النفطيه؟ حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمه. يعني بسبب الإرث الذي خلفته الحكومات التي تعاقبت منذ 2003 ولحد الآن من يعني عمليات فساد، فتلقي يعني هذا الموضوع يلقي بالشكوك على هذه جولة التراخيص الجديدة، ولربما تذكرنا بالتراخيص التي قام بها الشهر الثاني والتي كبل العراق فيها بعقود مع شركات عالمية ربما ستدفع الأجيال القادمة ضريبة هذه العقود، بحيث أن الفترة التي انخفضت فيها أسعار النفط لم تتأثر الشركات، إنما الذي تأثر هو العراق وحده فقط. لذلك يعني كل الأنظار تتجه إلى هذه التراخيص الجديدة بعين الشك والريبة، ولربما تحمل في طياتها عمليات فساد هي أكبر مما قام به الشهر الثاني عندما كان وزيرا للنفط. طيب أستاذ نظير، في بلد غني بالنفط مثل العراق إلى ما ترجع ضعف الخدمات ومستوى المعيشة عموما في العراق؟ هذه المفارقة التي نعاني منها العراقيين، فبالرغم أن الشعب العراقي يعيش على بحيرة من النفط ما عدا الخيرات الأخرى، ما عدا الموارد الزراعية، ما عدا الكفاءات التي يحملها أبناء الشعب العراقي، إلا أنك تجد أنه المواطن العراقي والشعب العراقي يعيش في شطف العيش ويعيش في بيئة غير صحية تماما للعيش البشري. هذا كله ناتج عن سوء الإدارة وعن الفساد المستشري بمن يدير هذا البلد، وهو نتيجة طبيعية عندما يتسود للأمر من هم ليسوا أهله، وهذا بالضبط ينطبق على الآن الحكومة الحالية والحكومات التي تلت 2003 ولحد الآن. طيب القانونية النيابية في تقريرها ذكرت أن حجم الفساد المالي يبلغ 500 مليار دولار منذ عام 2003، كيف ترى دور الأجهزة الرقابية في العراق مع هذه التصريحات؟ يعني أنا أتوقع أنه لا دور لأجهزة رقابية، إنما هي فقط مسميات ولا تقوم بدورها. هذا ناتج عن الإدارة التي كانت مستلمة السلطة، بالأخص الفترة التي كان يعني نور المالكي هو رئيسا للوزراء، والذي شهد أكبر عمليات فساد وأكبر عمليات اختلاس لموارد الدولة في الوقت الذي كان سعر النفط بأرقام يعني كبيرة والدخل العراقي كبير، ومع ذلك لا تجد أي انعكاس له على واقع الحال. أنا أتوقع يعني هذه الأجهزة الرقابية وموضوع يعني أجهزة النزاهة كلها مجرد يعني أسماء للتوهيم على الناس، إنما حقيقة الأمر هو لا يوجد أي نوع من الرقابة على ما يدور في هذه الحكومة. أخيرا، ألا تعتقد أن هناك علاقة بين الصفقات السياسية وزيادة ظاهرة الفساد في العراق؟ بالتأكيد أخي، بالتأكيد. يعني نلاحظ أنه كل سياسي عندما يصرح يقول أن لدي ملفات على الطرف المقابل، الطرف السياسي المقابل، وسوف أكشفها، وهو يهدد الطرف الثاني لكي يحصل عليه يعني منه على تنازلات سياسية. الجميع يتحدث بنفس هذه اللهجة، بما معنى أن الجميع مشتركون في قضايا فساد كبرى، والجميع متفقون على أن يعني لا يثير هذه القضايا ضد بعض، لأنهم هم الجميع مستفيدين من هذه يعني قضايا الفساد، وبالتالي لا نستطيع أن نصل إلى منظومة فيها شيء من الشفافية أو محاربة الفساد، لأن من يدعي أنه يريد أن يحارب الفساد هو مشترك في الفساد نفسه، ونظل في هذه الدوامة ولا نستطيع يعني الخروج منها إلا بكسر هذه الدوامة واستبدال هذه العملية السياسية الفاسدة التي لا تنتج إلا سياسيون فاسدون.
شكرا جزيلا لك من اسطنبول هاتفيا سيد نظير النداوي المحلل السياسي.